سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي غتكون بسطيله مالحه حلو. دونك المكونات الرئيسيه هنا اللي غنحتاج، انا غنديرها لكم على مراحل، غير بغيت نوريكم زعما المكونات الاساسيه اللي غنوجد بهم هاد البسطيله. دونك عندي هنا نص كيلو ديال اللوز. المهم كل واحد كيدير على حسب الحجم ديال البسطيله اللي بغا، وعلى حسب زعما الكميه، سواء غيديرهم بسطيلات صغار سواء غيديرها بسطيله كبيره وحده، ولا غيديرهم جوج موين، كل واحد على حسب شنو بغا. دونك انايا بالنسبه ليا هنا دايره نص كيلو ديال اللوز اللي ديجا مسلوق. عندي واحد ما بين 600 حتى 700 غرام ديال الكفته ديال البكري، وعندي جوج حبات ديال البصله، وعندي هنايا 6 البيضات. دونك هادو هما المكونات الرئيسيه. كمرحله اولى غادي ناخد هاد اللوز اللي ديجا سلقناه ونقيناه، غنفرشو فوق شي زيت بما ينتفلي مزيان من ديك الماء، وديك الساعه غادي نقليوه. نحيدو هاد اللوز. المرحله المواليه اللي غنخدم معكم دابا هي ديال الكفته. نجيب المكونات اللي غادي نضيف ليها ونوريكم شنو غادي ندير. هنا البنات المرحله المواليه، عندي كيف قلت لكم ما بين 600 حتى 700 غرام ديال الكفته. هنايا عندي جوج بصلات مشلضين، انا غناخذ نصف ديال الكميه. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. اللي بغى يدير القزبر والمعدنوس زايد يديرو، انا ديجا عندي هنايا الكفته مطحونه مع القزبر والمعدنوس شويه ماشي بزاف. عندي الملحه، التحميره، الكمون، راس معلقه صغير ديال الفلفله السودانيه، راس معلقه صغير ديال البزار، راس معلقه صغير ديال القرفه، وعندي راس الحانوت ديال اللحم ولا العطريه ديال اللحم. دونك هادو هما المكونات. بالنسبه للملحه كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. انا في هاد الاثناء غناخد المقله غنحطها فوق النار، غنضيف لها الزبده. هنا البنات كيف كتشوفوا خديت معلقه عفوا مقله، درت فيها ديك المعلقه الكبيره ديال الزبده، وغندير نصف الكميه ديال، ماشي نصف كميه ولكن بحال تقولوا نص بصله مشلضه، غنضيفها للزبده دونك تكون مشلضه مزيان على هذا الشكل، وغنخليها بين ما تهد مزيان، وعاد ان شاء الله نضيف ليها الكفته وباقي العناصر. البنات هنا كيف كتشوفوا ديك البصله ديالنا بدا كيدخلها الطياب على هذا الشكل. دونك انا غادي نضيف الكفته، غنضيف العطرية ديالي كاملة على هاد الشكل، وغنضيف كذلك ديك معلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس على هاد الشكل، وغنخلط المكونات كلها جيدا باش تجانس لينا مع بعض. البنات هنا كيف كتشوفوا الكفته ديالنا من بعد ما وجدات، انا غادا نطفي عليها النار ونخليها تبرد. دونك البنات من بعد ما طيبنا الكفته، انا زولتها من المقله وحطيتها في اناء باش تبرد. هنا كيف كتشوفوا دونك غنخليها على جنب هكا. في نفس المقله غادي ندير معلقه ديال الزبده، عندي البصله، هادوك جوج بصلات اللي درنا، حيت كيف قلت لكم شي نص بصله مشلضه اللي درتها مع الكفته، وانا بقات لينا بصله ونص اللي غادي نديرها نشحرها في الزبده، مع معلقه ديال القزبر والمعدنوس، شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال التوابل ديال اللحم ولا راس الحانوت ديال اللحم. وعندي هنايا 6 ديال البيضات، دونك نفقس هاد البيضات على هاد الشكل. بسم الله واحد القشره، جوج،
دونك هنا كيبقى كيف قلت لكم على حساب الكميه ديال كل واحد وعلى حساب شنو متواجد عندك. الا درتي نصف الكميه ديري ثلاثه البيضات. انا بحال ضاعفت الكميه. المهم درت قياسي وصافي. دونك هنا عندي كيف شفتوا ستة البيضات غادي نخلطهم بحال هكا. انا هذا الشكل غادي ناخذ المقله اللي طيبت فيها الكفته غندفي لها معلقه كبيره ديال الزبده. هنا البنات كيف شفتوا المقله ما غسلتهاش، غادي نضيف لها هذيك المعلقه الكبيره ديال الزبده هنا كيف كتشوفوا. غادي نضيف البصله على هذا الشكل. البنات هنا كيف كتشوفوا ديك البصيله ديالنا من بعد ما تهدات على هذا الشكل. في هذه الاثناء غادي نضيف ديك المعلقه ديال الربيع او الكزبره المكنوس، وغنضيف الملحة البزار والعترية ديال اللحم ولا كيف قلنا راه في الحانوت ديال اللحم. هادو هما المكونات. غنخلط الكل جيدا. كيف كتشوفوا دونك في هذه الاثناء غادي نضيف البيض اللي طربنا. انا تشوف دقه واحده وغادي نخلطوا الكل وغنستمر بحال هكا حتى يوجد لنا البيض ديالنا. انا دايره عليها في مهيله دونك غنبقى بحال هكا حتى يطيب لينا البيض ان شاء الله. البنات هنا كيف كتشوفوا البيض ديالنا من بعد ما وجد على هذا الشكل. في هذه الاثناء انا غنطفي عليه البوطه وغنخليه يبرد حتى هو. البنات كيف شفتوا من بعد ما وجدنا الكفته والبيض، دابا خديت ديك اللوز اللي وريتكم في الاول ديك نص كيلو اللي قليته وغنضيف له واحد ثلاث ملاعق كبيره ديال السكر صقيل. باقي ما دايبش، ما عفوا باقي داير هكا بقوه ولكن سي با غاف غيتطحن كلشي. ما كيف كتشوفوا ثلاث ملاعق كبيره وغنضيف واحد راس معلقه صغير ولا هكا كيف كتشوفوا معلقه صغيره ديال القرفه. دونك هادو هما المكونات البنات. انا غنطحنهم في 1 2 3 ومن بعد غادي نزيد عليهم واحد المكون اللي صراحه كيجي معاهم غزال. دونك انا نطحن هادو في 1 2 3 ان شاء الله. البنات هنا كيف كتشوفوا ديك اللوز من بعد ما طحنته ها هو صبح على هذا الشكل مهرمش. في هذه الاثناء انا غادي نضيف له واحد المكون اللي كيعجبني بزاف اللي هو هنا كيف كتشوفوا البراليني هذا ديال اللوز. دونك غنضيف واحد تقريبا واحد جوج معالق كبارين على هذا الشكل وغادي نخلط الكل جيدا. انا غنخدم غير بيدي صراحه. عرفتوا هذا البراليني فاش كيجي بحال هكا مع اللوز عرفتي واحد التعليكه كيعطيه واحد المذاق راه ما شاء الله.
كنخلط كل شيء وهكا غيصبح ديك اللوز ديالنا واجد اللي غادي نديروه في البسطيله ديال الكفته. كتجي مالحه حلوه بطريقه جديده صراحه، راه كتجي واحد البنه هائله. كما تقدروا تصوبوهم بسطيلات صغار، تقدروا ديروهم كيف قلت لكم بسطيله وحده، كيبقى الاختيار ديال كل واحد وكيفاش بغى يوجدهم. البنات هنا كيف كتشوفوا من بعد ما وجدنا كاع المكونات، هنا عندي الورقه هذه ديال البخار، عندي البيض اللي وجدت، الكفته واللوز، وهنا عندي الزيت، وعندي صفار ديال البيض. دونك نبداو على بركه الله. هناخذ قليل من الزيت خلينا في هذا التفصيل. هنا الورقه ديما كنقولوا البلاصه اللي ملسه كنخليوها من التحت، والبلاصه اللي حرشه هي اللي كنوجهها كيشوف فينا على هذا الشكل. نقرب حداكم باش يبان لكم. هادي غنديروها من هاد الجانب، غناخد هاد البلاصة اللي مقطعة هي اللي ندير هنا الوسط. انا عاد ناخذ شويه ديال الزيت، غادي نبدا الورقه ديالي على هذا الشكل، وناخذ ورقه اخرى نديرها هنا في الوسط. هكذا كيف كتشوفوا البنات، عفوا نجي ما نديرهاش في الوسط حتى خاصني نديرها هنا على هذا الشكل. دونك درنا وحده في الوسط، درنا اربعه هنايا في الجوانب هكا، وغنزيد وحده اخرى اللي غنديرها في الوسط باش تقبط لي الحشوه مزيان وما تقطعش على هذا الشكل. هكا كيف كتشوفوا البنات، وغندهنها شويه بالزيت. هاد الاثناء غناخد كميه ديال الكفته، على هذا الشكل. انا ما غنديرهمش بسات الكبار، ندير غير بسات لا صغيره، وغندير واحد الكميه ديال البيض هكا. صراحه البنات راه كيجي واحد المذاق ديالو هائله، دونك تستحق التجربه. وكيف شفتوا راه سهله، مفيهاش ديك جيب الدجاج غسلوه نقيه تسناه تيطيب فرتو، دونك حتى لاخر لحظه نقدروا نوجدوها. وهنا غناخد كميه ديال اللوز اللي درناها مع البخاليني وغرشها من الفوق على هذا الشكل. بحال هكا كيف كتشوفوا البنات، هاد الأثناء أنا غدا نبدا نجمعها. دونك نغسل يدي وعاد نجمعها إن شاء الله. هنا غنجمعوها البنات،
انا غنجمع هاد الجوانب تاع هما الاولين وعاد غنجمع هذا الكليك هنا في التحت. دونك غنستعمل في هاد الاثناء بالبيض صراحة. بالنسبة للبخالينة البنات راه كيتباع عند صحاب مستلزمات الحلويات، يقدر يعطيك زعما الكمية اللي بغيتي، يا 10 دراهم يا 15 درهم، كل واحد على حساب المستطاع ديالو. وهنا البنات غنجيب واحد ورقة وغنبدا نجمع على هذا الشكل. ديما بالاستعانة بالبيض كنبداو بحال هكا نلمطوها بحال هكا، كيجي هذا هو الشكل ديالها. انا غادي نزيد واحد ورقة على هذا الشكل اللي غادي نزين بها دونك غنديرها على شكل هذيك الفرفارة اللي كنا كنصوبو بالورق على هذا الشكل. نعلم فيها هكا اللي بغى يقطع دوك الجوانب يقطعهم، انا خليتهم. على هذا الشكل وغندي هنا وغنديرها على هذا الشكل. وهنا البنات غنحاول نسد شويه بالبيض ونحاول نبين هاد الجوانب اللي في هاد الشيء. فوالا بحال هكا. انا خد واحد بحال نقولو سنتا غنصوبوها ديال الورقة على هاد الشكل. نقطعها انا طويلة دونك غير قد هكا البنات باش غدا نسد بها هنا الوسط باش تجيني على شكل اوريض. وهذا هو الشكل ديالها البنات. انا غنديرها في لاطا ديال اللي غندخلها الفرن وغندهنها بالزبده، عفوا غندهنها بالبيض ونوريكم الشكل ديالها منين طيب ان شاء الله. البنات هنا كيف كتشوفوا البصله ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، زوقتها من الفوق باللوز وسكر كلاصي والقرفه، زواق عادي خفيف. وهكا هذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه غزاله 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 البنات، وكيف شفتوها راه مكونات متناول الجميع. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي والضغط على جيم وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واللي مالا البارطاج باش تكبر العائله ديالنا. خليتكم في امان الله البنات، بالصحه والراحه، الى وصفه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.